بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الأطهار. الأساتذة الكرام، السادة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في العلم والمعرفة نلتقي دوما في رحاب الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة. نبدأ على بركة الله الجلسة المسائية الأولى ضمن جلسات المؤتمر الدولي التخصص الثاني في المعلومات والمكتبات، ونرحب بالسادة المشاركين في هذه الجلسة. وتفضل كل من أستاذ مساعد دكتور هدى سلمان صبار، الباحث علي طالب كاظم، مدرس دكتور نور فارس العمري، أهلا وسهلا بكم. والآن نبدأ بالباحث الأول أستاذ مساعد دكتور هدى سلمان صبار، والمشاركة بالبحث الموسوم استراتيجية ذكية لحل مشاكل فهرس المخطوطات في دور المخطوطات السيرة الذاتية. أستاذ مساعد دكتور هدى سلمان صبار، تدريسية في قسم المعلومات والمكتبات في كلية الآداب الجامعة المستنصرية، التخصص الدقيق نظم خبيرة، حصلت على شهادة دكتوراه عام 2008 من الجامعة المستنصرية كلية الآداب قسم المعلومات وتقنيات المعرفة. كلفت بعديد من الأعمال منها إدارة مكتبة الكلية للفترة من 2002 إلى 2008، التكليف في مهام مقرر القسم للدراسات الأولية للفترة من 2013 إلى 2016، البحوث المنشورة لها 14 بحثاً، المقبولة للنشر 2، لديها العديد من اللجان منها لجان المؤتمرات والندوات، لجان جرد محتويات المكتبة، لجان الامتحانية، ولجان ضمان الجودة والإداء الجامعي. نترك المجال للأستاذ المساعد دكتورة هدى سلمان صبار لإعطاء فكرة موجزة عن بحثها. تفضل دكتورة. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليه. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في البداية أود أن أوجه جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من ساهم في إقامة هذا المحفل العلمي المبارك وفي تلك البقعة المباركة. بالنسبة إلى الموضوع البحث، الحمد لله والشكر، طبعا شرفنا القبولة أنه نقبل في هذا المؤتمر. فبشكل ما يتضح لحضرتكم ويحمل العنوان الآتي: استراتيجية ذكية لحل مشاكل فهرسة المخطوطات في دور المخطوطات. طبعا تنبع أهمية البحث من أهمية المخطوطات، ولا يخفى على حضراتكم ما للمخطوطات من أهمية كبيرة باعتبارها مصدر مهم يدل ويبرهن بشكل كبير على أصالة الأمم وخاصة الأمم الإسلامية والعربية، باعتبارها الأكثر امتلاكا للمخطوطات. فحقيقة يسعى البحث لتحقيق مجموعة من الأهداف. أبرز تلك الأهداف هي أولا التعرف على أبرز المشاكل التي تواجه المفهرسين للمخطوطات. طبعا المشاكل بصورة عامة، مو المفهرسين في مكان محدد، وإنما كل مشكلة تواجه مفهرسين المخطوطات تم جرتها، ولكن تم التركيز على المشاكل التي تواجه مفهرسي المخطوطات في كل من، طبعا هاي بالدرجة الأساس، مركز فهرسة، العفو، مركز مخطوطات العتبة الحسينية ومركز مخطوطات العتبة العباسية المقدسة. هذا بالنسبة للهدف الأول. طبعا تم إحصاء مجموعة من المشاكل تقريبا بلغ عددها 28 مشكلة. الهدف الثاني هو التعرف على مدى خبرة وكفاءة المفهرسي المخطوطات في الدور مدار البحث اللي هي مركز فهرس مخطوطات العتبة الحسينية ومركز مخطوطات العتبة العباسية المقدسة. بالتالي ومن ثم إحصاء تلك الحلول والخروج باستراتيجية ذكية لغرض الاستفادة منها طبعا في باقي المراكز، في باقي مراكز المخطوطات سواء على صعيد العراق أم على صعيد الوطن العربي، وأيضا توثيق هذه الاستراتيجية فيما بعد في نظام خبير. وحضراتكم تعرفون أنه وحدة من أبرز
الفرص اللي وفرت لنا تكنولوجيا المعلومات هي الذكاء الصناعي، واللي فرع منه هو النظم الخبيرة. طبعا لماذا أنا أوثق الخبرة؟ بشكل ما معروف لحضراتكم أن الخبرة الإنسانية هي خبرة زائلة، يرتبط وجودها مع وجود الإنسان. فعند موت هذا الإنسان الخبير اللي اكتسب هاي الخبرة بفترة زمنية طويلة وجهود حقيقة مو قليلة، إنه يشارك في دورات، يطلع على مصادر، فهاي الخبرة مو أي شخص يمتلكها، وإنما أشخاص جوز معدودين أو محدودين حقيقة. فإحنا لغرض الاستفادة من تلك الخبرة، اللي هي الخبرة ممكن أن تزول في أي وقت من الأوقات، يجب توثيق تلك الخبرات. أما توثيقها في مصدر تقليدي مثلا ككتاب أو مثلا رسالة أو أطروحة، أو توثيقها في نظام خبير. ولهذا السبب كان هذا حقيقة الهدف الأساسي لهذا البحث. طلع حقيقة إجراءات البحث بشكل ما يعني هي الأهداف حقيقة تدل على الإجراءات. الإجراءات هي أولا إحصاء المشاكل، شلون تم إحصاء هاي المشاكل أو ما هي الطرق المتبعة في جمع تلك المشاكل. أولا من خلال توزيع الاستبيان على المفهرسين العاملين في المراكز أو الدور مدار الدراسة، وكذلك من خلال الاطلاع على بعض المواقع الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، ومن ثم إحصاها وإعداد استبانة للمفهرسين في دور المخطوطات للإجابة على تلك المشاكل. هاي بالنسبة من خلال الخروج من خلال هذه الاستبانة وكذلك المقابلة، خرجنا بمجموعة من النتائج. كان أبرز تلك النتائج هو أنه دور المخطوطات ما يختصر دورها أنه فقط تجمع المخطوطات وتنظمها في سبيل توفيرها للباحثين، وإنما هناك العديد من النشاطات حقيقة المتميزة اللي تؤديها تلك الدور، وخاصة دار المخطوطات التابع للعتبة العباسية المقدسة، وإحنا كنا واحدة من المؤسسات اللي حقيقة استفادنا استفادة رائعة من منتسبي العتبة العباسية المقدسة والإخوان اللي عاملين في مركز نظم وفهرسة، نعم مركز الفهرسة ونظم المعلومات، من خلال إقامة الدورات، وأنا واحدة من الأساتذة اللي استفادت حقيقة بمجموعة من الدورات أقامتها العتبة العباسية المقدسة، وهذا فضل ما أنساه. طبعا الشيء الآخر جهد أيضا رائع ودنشوفه إحنا بمؤسساتنا وخاصة لمكتباتنا المركزية، إنه العتبة العباسية المقدسة مشكورة أخذت شكو مصادر عندنا متميزة، استنسختها ووفرتها لنا على شكل إلكتروني. إحنا لو جهودنا ما نقدر حقيقة إن ننجز هذا الإنجاز، ولكن العتبة العباسية مشكورة ساهمت بشكل كبير في هذا الجانب. وإحنا حاليا عندنا خاصة مجموعة الأطاريح تم تزويدنا بها على شكل قرص إلكتروني، والما شاء الله الاستفادة موجودة ومتاحة لجميع المستفيدين والباحثين التابعين للجامعة ومن خارج الجامعة. فإذا لم يختصر دورهم فقط على فهرسة المخطوطات وتنظيمها وإعدادها، وإنما هناك نشاطات عديدة ومتميزة. الشيء الآخر اللي لاحظته أنه مفهرسي المخطوطات في الدور مدار البحث اللي هي يقصد بها العتبة الحسينية والعتبة العباسية، كان هناك اتفاق من حيث الحلول الموضوعة لتلك المشاكل. فكانت المشاكل الحلول الموضوعة للمشاكل كانت نفس الحلول، يعني هناك تقارب في وضع الحلول المناسبة، مما يدل على الخبرة المتميزة اللي يتمتع بها منتسبي دار العتبة الحسينية وأيضا دار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة. الشيء الآخر اللي طلعت به بالنتيجة أنه تميز مركز أو دار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة بأنه هناك تشجيع كبير للباحثين من خلال إشراكهم في دورات تطويرية، وهاي طبعا إلى دور كبير في زيادة خبرة العاملين في تلك المراكز. أبرز التوصيات اللي خرج بها البحث حقيقة هي النتائج عديدة، ولكن حاولت أركز على أهم النتائج لأن الوقت محدود حقيقة. الله يخليك. أبرز النتائج التوصيات، أول شيء ضرورة توثيق الخبرات للعاملين بصورة عامة، ما أختصر فقط على الخبرات
المتخصصة في مجال معالجة مشاكل المخطوطات، وإنما في أي مجال أكو خبرة، شفت أكو خبرة عند العاملين يجب توثيقها في أي مجال من المجالات الموضوعية، من خلال استثمار ما وفرته تقنية المعلومات من مجالات واسعة حقيقة، واللي كان منها النظم الخبيرة. الشيء الآخر، ضرورة عقد الاتفاقيات والمشاركة بين مختلف دور المخطوطات، ويفضل أن تقود تلك الاتفاقيات أو تسعى إلى تأسيسها، ما أدري أكو يتشيله ولا ما أعرف بالضبط، بس يفضل أن تعقد الاتفاقيات التسعى إلى المشاركة بين مختلف الدور اللي تركز على المخطوطات، لأن إحنا ذا الجهود الظافرت، وأنا متأكدة أنه العتبة العباسية لديهم هذه الروح، روح التعاون والمشاركة. فأتمنى أن تعقد الاتفاقيات بين مختلف المؤسسات المهتمة بالمخطوطات من أجل تطوير العمل أكثر وأكثر، لأن أكو مثلاً مؤسسة تميزت على مؤسسة أخرى. مثلا أنا شفت مركز المخطوطات العتبة العباسية حقيقة مجموعة من الأشخاص العاملين في فهرس المخطوطات، بينما بالعتبة الحسينية كان شخص واحد في فهرس المخطوطات. فأنا حتى بكتها قلت لماذا لا تستفادون من الخبرات المتوفرة بالعتبة العباسية؟ قال ضرورة أن تعقد الاتفاقيات اللي مسير في هذا الجانب. الشيء الآخر أيضاً أنه ضرورة توفير الملاك الوظيفي للتركيز بهالمجال هذا، لأن مجال المخطوطات حقيقة مجال رائع، والخصائص اللي تتصف بها المخطوطات تختلف عن باقي مصادر المعلومات، لأن أكو تتوفر بها صفات ما نشوفها باقي المصادر. وحضراتكم أكيد عندكم علم بهذا الجانب، من حيث عمر المخطوطان مو بسهولة أحدده، نوع الورق يستلزم مني أيضا أعرفه، العصر اللي كتبت بها المخطوطة، المؤلف في بعض الأحيان من يلقى مؤلف مخطوطة، أما الصفحة الأولى تكون ممزقة هي واحدة من المشاكل، أو أنه العفو الناسخ جزء ميكرة لغرض من الأغراض. فإذا أنا لازم أوفر، يعني أحاول أدمج بين أكثر من تخصص لغرض توفير الملاك الوظيفي المتميز بهالمجال. طبعا هاي ابرز التوصيات اللي خرج بها البحث. وفي الختام طبعا اتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للاخوة العاملين في مراكز ودور المخطوطات في كل من العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية المقدسة، واقول لهم الشكر الجزيل بحقكم قليل حقيقة، يعني للجهود العظيمة والمباركة اللي يؤدوها، واللي احنا حقيقة يخلونا عاجزين امام انجازاتهم العظيمة والمباركة. فجزاهم الله عنا الف خير وجزيل الشكر لكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السيد رئيس الجلسة المحترم، السادة الحضور مع حفظ الألقاب والمسميات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنلقي على مسامعكم إن شاء الله بحثنا الموسوم أثر فهرسة المخطوطات وفق معيار مارك 21 وقواعد RDA في نشر التراث المخطوط. طبعاً إنه الدراسة تبحث عن بيان أهمية فهرسة المخطوطات وفق قواعد RDA ومارك 21 وبيان أهميتها ومساهمتها في للباحثين، الاستفادة منها للباحثين والمحققين وطلبة الدراسات العليا، وكذلك أنه الباحثين عن المخطوطات والتراث بصورة عامة، كون هذا التراث يمثل ذخيرة علمية في مختلف مجالات المعرفة البشرية، كونه يمثل حالة من حالات التواصل بين ماضي الشعوب وحاضرها ومستقبلها، كذلك يمثل هذا التراث
شكل من أشكال الهوية الوطنية وحضارة الإسلام والمسلمين. وقد اخترنا عينة الدراسة لتحقيق أهداف هذه الدراسة فهرسة المخطوطات في مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع للعتبة العباسية المقدسة. بالنسبة لمركز الفهرسة ونظم المعلومات هو إحدى تشكيلات مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة، يتألف من عدة مراكز، منها مركز تصوير مركز التصوير المخطوطات وكذلك مركز الأرشفة، بعد ذلك ينتقل الوعاء المخطوط إلى الفهرسة الوصفية، ومن ثم ينتقل إلى الفهرسة الموضوعية وتقنين الأسماء. طبعا بالمناسبة أنه مركز الفهرسة ونظم المعلومات يفهرس مخطوطاته وفق مارك 21 وقواعد RDA، كما أنه يدعم المؤسسات التراثية والجامعات العراقية بما يحتاجونه من تدريب في حول الفهرسة. فنية فهرسة مخطوطات في مركز الفهرسة ونظم المعلومات يتكون من عدة حقول وفق مارك 21، وقد اخترنا فقط ثلاثة حقول، وهو حقل اختيار العنوان وحقل جمع النسخ الخطية ومدخل العلاقات الأخرى للعنوان. الحقل الأول وهو حقل العنوان، مثل ما تعرفون أنه العنوان يمثل الركيزة الأساسية بالنسبة للمادة المراد تحقيقها أو المادة المراد دراستها، وكذلك في اختيار الرسالة أو الأطروحة المراد تحقيقها بالنسبة لمشروع التحقيق بالنسبة لطلبة الدراسات العليا. وهذا العنوان بعد اختيار العنوان من قبل الموضوع من قبل الباحث بحاجة إلى أنه البحث عن هذه المخطوطة، هل أنها حققت أو لم تحقق، فلذلك أنه يجب أن يستلزم أن يختار المخطوطات الذي لم تحقق بعد انتهاء من أنها الاختيار المخطوطة وموضوع المخطوطة، ينتقل إلى إثبات عنوان ومؤلف هذه المخطوطة، هل يعود لهذا المؤلف هذه النسخة، هل تعود لهذا المؤلف أو لا. هنا بحاجة من قبل الباحث بحاجة إلى البحث في المصادر المرجعية للمخطوطات أمثال الذريعة وكذلك كشف الظنون وهداية المصادر المرجعية الخاصة للمخطوط، يطابق أول المخطوط وآخره من أجل إثبات اسم وعنوان المخطوطة المراد تحقيقها، وهذا بالحقيقة يستغرق وقت وجهد كبير من الباحث. لذلك الفهرسة في مركز الفهرسة ونظم المعلومات حقق له جزء من هذا الشيء ووفر له الوقت ووفر له الوقت والجهد من أجل الوصول إلى العنوان المحقق وكذلك العنوان المحقق من عنوانه واسم مؤلفه بصورة سريعة. هذه اللي راح تشاهدونها أمامكم هي تمثل المدخلات بالنسبة للمفهرسين، المدخلات وبعد ذلك نبين المخرجات اللي خاصة للباحثين. المدخلات يتم كمفهرسين كل احنا نعلم انه قواعد RDA ومارك 21 حول المسميات الحقول الى رموز، على سبيل المثال المدخل الرئيسي للاسم، هنا ما سمى المدخل الرئيسي للاسم سماه حقل الميل اختصارا وانه لسرعه البحث في الجهاز الكمبيوتر. بعد ذلك انه لو تشاهدون انه 245 هذه دلاله الى عنوان المؤلف، فلو تشاهدون كبرى مكتبات العالم امثال مكتبه الكونغرس الامريكي وامثال المكتبه الكنديه وكذلك الفهرس العربي الموحد كلها تفهرس وفق قواعد RDA، وهذه القواعد RDA احذفت استبدلت المسميات بالرموز. لو تشاهدون هذا حاليا هذا المثال يبين
الاستشهاد بالنسبة إلى العنوان، تحقيق العنوان بالنسبة نيابة عن المؤلف لتقليل الجهد والوقت للباحثين وكذلك المحققين. هنا مكان ما المحقق والباحث يبحث في مصادر والمراجع اللي حتى يثبت عنوان واسم المخطوطة، هنا ادخل مركز الفهرسة ونظم المعلومات واستخدم حقل الإشارات والمراجع المقتبسة اللي متمثل ب 510 اللي هنا هو راح انه يقلل الجهد على الباحث ويحقق له انه يتاكد له من العنوان والاسم، وهذه النسخه تابعه للمؤلف نفسه. لو تشاهدون انه عندنا هذه المخطوطه اللي هي مغني اللبيب عن كتاب الاعاجيب لجمال الدين بن هشام الانصاري، طبعا حقل المئه اللي تشاهدونه انه هذا مختصر او عوض عن المدخل الرئيسي للاسم وقلب الاسم حسب قواعد ار دي اي اللي هو ابن هشام، وكذلك بين الاسم الكامل له واضاف سنه الولاده والوفاه للمؤلف. بعد ذلك انه المغني اللبيب العنوان المخطوط، وكذلك انه اضاف اوله واخره. هذا اوله لو سال يسال انه ما الغرض من إدراج أوله وآخره داخل الفهرس الخاص بالمخطوطات. مثل ما قلت لكم أنه بالنسبة للمصادر المرجعية أمثال كذلك أنه كشف الظنون أو الذريعة يضيف اسم المخطوطة وكذلك جزء من أول المخطوطة. أين أنا الباحث أو كذلك المفهرس راح يتأكد أنه هذه المخطوطة تعود لهذه النسخة 100% باعتبار أنه ذكر جزء من بداية المخطوط وجزء من نهاية المخطوط كما موضح أمامكم. بعد ذلك أنه المفهرس يشرع بإدراج 510 وهو حقل الإشارات المرجعية، ويبين للمحقق وكذلك لطالب الدراسات العليا أن هذه المخطوطة قد أثبت عنوانها ومؤلفها في المرجع الفلاني أمثال كشف الظنون وكذلك في المجلد الثاني وصفحة كذا، وكذلك مصدر آخر ذكر له مصدر آخر وهو ذريعة إلى تصانيف الشيعة في الجزء السادس صفحة كذا. كسياسة مكتبة يعمل مركز الفهرسة ونظم المعلومات على إضافة ثلاثة مصادر لكل مخطوطة حتى يثبت أنه هذا العنوان وهذا الاسم قد أثبت لهذه النسخة التي يرجع للعنوان. بالإضافة إلى يضيف لو تشاهدون أنه الأمثلة لم نضف جميع الحقول، فقط الحقول الرئيسية التي يستفاد منها الباحث. كذلك ضفنا أنه الحقل 650 اللي تشاهدونه أمامكم هذا حقل لبيان الموضوع النسخة الخطية وهو في اللغة العربية، وهنا بحثنا عن الجملة وكذلك النحو. وهذا انه مثال اخر لما بيناه انه يبين مكان الاستشهاد والاشارات المعلومات المرجعيه، انه هذه المخطوطه هي ديوان امير المؤمنين علي بن ابي طالب، اضاف لنا المؤلف وهو علي بن ابي طالب باسمه الصريح باعتبار انه المركز يحتوي على الوحده مخصصه لتقنين الاسماء وبعض حسب اسم الشهرة، بما أنه علي بن أبي طالب مشتهر باسمه الصريح فذكر باسمه الصريح، وبعض الألقاب أنه على المثال اللي قبله اشتهر ابن هشام باسمه المقلوب فذكر باسمه المقلوب. كذلك يدرج عنوان المخطوط وأوله وآخره، وأنه نوهنا بالمثال الأول ذكر أول المخطوط وآخره للتأكد من المخطوطة المراد فهرستها وما بين يدي المفهرس أنه حقا تعود لهذا العنوان وحقا تعود لهذا المؤلف. وكذلك أدرجنا حقل 510 أنه هذه المخطوطة مذكورة في كتاب الذريعة الجزء التاسع وصفحة كذا والرقم مالتها كذا بالتفصيل، وكذلك ذكرت هذه المخطوطة في كتاب هدية العارفين الجزء الأول وصفحة كذا. كذلك إن شاء الله عندنا
البحث مالته راح انه بتكملته نذكر المكتب النسخ الاخرى وين متوفره بيا مكتبات حتى كذلك انه توفير الوقت والجهد للباحثين. هنا 650 ذكرنا الموضوع المخطوط وهي الشعر العربي عصر صدر الاسلام والقرن مالته وكذا اللغه العربيه. انهينا مثل قلت لكم بدايه الجلسه انه اختاريت ثلاثه حقول، الحقل الاول اللي هو حقل العنوان، بعد ان اثبت المحقق ان هذه النسخه محقق غير محققه وكذلك انه اثبت عنوانها وتعود للمؤلف، بعد ذلك يشرع المحقق وكذلك طالب الدراسات العليا الى جمع النسخ الخطيه المشابهه لهذه النسخه حتى يقارنها فيما بينها ويخرج بنسخه صحيحه ومحققه 100% كما كتبها مؤلفها الاول. هنا بعد اختيار العنوان المناسب في هذه المرحلة بالنسبة للمحقق وكذلك الطالب الدراسات العليا بحاجة إلى التفتيش في المكتبات الأخرى حتى يعلم أنه في أي مكان توجد نسخة أخرى لهذه النسخة التي بين يديه حتى يطابقها حسب ما أنه المحققين ذكرونا بحاجة إلى ثلاثة نسخ حتى يتمكن من تحقيق هذه النسخة، فلذلك بحاجة إلى ثلاث نسخ وهذه النسخة ما متوفرة في كل المكتب في مكتبة واحدة، هذه النسخ متوفرة على سبيل المثال في العراق، النسخة الثانية على سبيل المثال متوفرة بتركيا والثالثة في إيران، هنا راح يحتاج له وقت وجهد للتفتيش عن هذه النسخ الأخرى، بعد ذلك يسافر، ممكن أنه يسافر لهذه الدول حتى يتمكن من جمع صورة لهذه النسخة ويحققها. أين أنا مركز الفهرسة ونظم المعلومات عمل على بيان أين توجد النسخة الأخرى في أي مكتبة حتى تقلل عليه الجهد، وبعض الأحيان أنه مركز الفهرسة ونظم المعلومات بالصورة مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية فيها أغلب الصور للصورة للمخطوطات لصور المكتبة، ممكن أنه هذه النسخ الثلاثة متوفرة في مكتبة العتبة العباسية مباشرة نزود الباحث بها بثلاث نسخ بأقل وقت وأقل جهد وراح يحققها ويخرج بالوقت المحدد له. أين أنا وفر اللي هو حقل المكتبات الأخرى اللي هو المسمى حقل 535 على سبيل المثال، هذه النسخة الموجز فيها الطب موجودة في مكتبة دار الكتب المصرية وكذلك موجودة في مكتبة المرعشي النجفي وكذلك موجودة في مكتبة الأزهرية. أين أنا راح وفر للباحث الوقت أنه الوقت والجهد الممكن باستطاعة الباحث مباشرة بدون أن يسافر أو أنه ثبت له أعطاه وقت أنه لجمع هذه النسخ. ننتقلنا إلى الحقل الآخر، الحقل الأول بينا به أنه ثبتنا العنوان، الحقل الثاني انتقل هذا الباحث أو طالب الدراسات العليا إلى مرحلة جمع النسخ، المرحلة الثالثة وهي مدخل العلاقات الأخرى. أنتم تعلمون أن الكتب الحديثة تؤلف بصورة مباشرة على سبيل المثال ديوان المتنبي أو غير مباشرة النسخ الأخرى القديمة المخطوطات القديمة النسخ القديمة خاصة المخطوطات تشاهدون أنه أغلبيتها عليها حواشي عليها شروح عليها مختصرات عليها تحقيق، هذه راح تفيد الباحث تفيد المحقق تفيد طلبة الدراسات العليا. على سبيل المثال مشروع التحقيقي هو حاشية، أين راح بحاجة إلى بعض الكلمات، ممكن بعض الكلمات في النسخة غير مفهوم لمن عائد هذه الكلام عائد إلى الأصل، أين راح يحتاج الأصل نسخة الأصل، أين راح يعطي مركز الفهرسة ونظم المعلومات يربط ما بين نسخة المشروع عليها ونسخة الأصل. على سبيل المثال لو تشاهدون حاشية الجرجاني على لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار، لو نجي سوية أنه نحسب هذا كم كتاب موجود، نجي مطالع الأنوار هذا كتاب واحد الأول، شرح مطالع الأنوار هذا الكتاب الثاني،
حاشية الجرجاني الثالثة، حاشية اللي وصلتنا بين أيدينا اللي هي الرابعة اللي هي تعود إلى قرة داود الشيرواني، هذه الرابعة. هنا عملنا العفو عملنا ربط ما بين النسخة المعمول عليها حاليا ونسخة الأصل، لأنه على يسار الشاشة هنا المثال يبين كيف عملية الربط ما بين النسخة الأصل والنسخة المعمول عليها، وهذا مثل ما قلت لكم راح يفيد الباحث ويفيد المحقق ويفيد طلبة الدراسات العليا بالرجوع إلى نسخة الأصل من أجل فك الرموز الكلمات اللي موجودة ممكن. بالنسبة لهذه البطاقة اللي تشاهدونها أمامكم كلها مدخلات، بطاقة كاملة لفارسة المخطوطات في مركز الفارسة ونظم المعلومات. كذلك كل ما تكلمت به حاليا هذا كله عبارة عن مدخلات للمعلومات. كذلك مخرجاته، شلون راح يستفاد الباحث، وين راح يلقى هاي المعلومات اللي هسه انا تكلمت بها، وين راح يلقاها؟ راح يلقاها بالمخرجات اللي هي مشروع مركز الفارسة ونظم المعلومات اللي هو البوابة العراقية للمعرفة. نعم دقيقة بس اكمل هذا اخر. مركز البوابة العراقية للمعرفة، هذه البوابة كل ما اللي تكلمت به حاليا راح تجدونه في البوابة العراقية للمعرفة، وباستطاعة الباحث الدخول على البوابة والبحث بواسطة العنوان أو المؤلف أو الموضوع، وكذلك هنالك المساهمون دعوة لجميع المراكز مثل ما تفضلت بها، هذا تحقيق للوصية التي وصت بها الدكتورة هدى أنه دعت إلى أنه يكون هنالك تعاون ما بين المؤسسات. وبالنسبة أتكلم وأنا مفارس وأنا متأكد من أن مسؤولي قابل على هذا الكلام، أنه أنا مستعدين مركز الفارسة ونظم المعلومات لتقديم يد العون لكل مؤسسة، وكذلك إعطاها جميع الدورات التقوية للمفارسين بالنسبة لفارسة المخطوطات أو أي وعاء فكري. وعذرا عن الإطالة، وبقت التوصيات إن شاء الله باستطاعتكم قراءتها بواسطة الكتاب اللي إن شاء الله زودناكم به. عذرا للإطالة، أعتذر. باحث عن الأربع طبعا كنا بدنا يعني نطور صراحه يعني بالشارع، خاصه موضوع المخطوطات موضوع جدا مهم وشيق، لكن يعني مقيدين بالوقت الساعه وعندي كيف يعني فاعذروني. طبعا انا بالنسبه لي يعني شهادتي مجروحه بجميع الموارد البشريه العامله في الاعمال العامه للعتبه العباسيه المقدسه، صراحه اثبتوا للجميع يعني اثبتوا انه التخصص دقيق لا يقف حاجزا في الابداع والتعلم العلمي، حتى تفوقوا على يعني على عملنا احنا في مجال المعلومات والمكتبات، انا احييهم واتمنى لهم التوفيق في جمع المعلومات، يعني كتبوا الجدارة والابداع في كل مؤلفاتهم، بالرغم من جميع اغلب العاملين في الموارد البشريه هم ليسوا متخصصين في مجال المعلومات والمكتبات، لكن الابداع لا يقف على التخصص الدقيق. والان مع البحث المشترك للمدرس الدكتور نور فارس عمري والمدرس الدكتور هبه سعد الله يونس عن بحثه موسوم فارس مصادر المعلومات والعصر القومي ومدى تطبيقها في مركز مركز جامعه مصر. طرق البحث المدرس الدكتور نور فارس عمري. تفضل. شكرا جزيلا دكتور، ان شاء الله ان شاء الله. الشاشه يمكن مصريه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني في البداية أتقدم بجزيل شكري وامتناني إلى العتبة العباسية وجميع القائمين على هذا المؤتمر لإتاحة الفرصة لنا للمشاركة ولكي نكون جزء من هذا الجمع الطيب. الحقيقة فكرة البحث المعنون بفهرس مصادر المعلومات في العصر الرقمي وبدأ تطبيقها في المكتبة المركزية لجامعة الموصل جاءت من العصر الرقمي اللي نعيشه بالوقت الحالي وانعكاسه على جميع مجالات الحياة، وكان المكتبات النصيب الأكبر في مواجهة هذا العصر، وأجبر المكتبات على أن تواكبها أجبرت على أن تواكب هذا العصر وإدخالها إلى المصادر الرقمية ضمن مجموعتها، وبالتالي إدخال المصادر الرقمية ضمن مجموعة المكتبة كان لابد لها من أن توفر خدمات حديثة تتناسب مع هذه المصادر، بالإضافة إلى إدخال أساليب حديثة تتناسب مع تنظيم هذه المصادر.
جاءت مشكلة الدراسة للإجابة على عدة تساؤلات، أهمها ما هي التطورات التي طرأت على هذه المصادر المعلومات، وكذلك التطورات التي طرأت على فهرسة هذه المصادر، وفيما يخص المكتبة المركزية لجامعة الموصل اللي هي نموذج الدراسة. كذلك تناولنا القواعد والتقنينات والأدوات الحديثة التي تستخدمها المكتبة في تنظيم مصادرها، بالإضافة إلى الطرق والأساليب الحديثة التي تتبعها المكتبة في إتاحة هذه المصادر وتوفيرها لمستفيديها. طبعا الأهداف هي كانت انعكاس المشكلة، بالتالي فهي تتضمن التعرف على هذه التطورات، التعرف على واقع الإجراءات الفنية في المكتبة المركزية، التعرف على أهم الخدمات التي تتيحها المكتبة المركزية طبعا التي تتعلق بالمصادر الإلكترونية والإتاحة بشكل حديث. تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي للدراسة. الجانب النظري تضمن جانبين حقيقة. الجانب الأول كان مصادر المعلومات في العصر الرقمي، والتي قسمت إلى قسمين. الفئة الأولى كانت مصادر المعلومات المتاحة على الإنترنت، وبذات الوقت يكون لها شكل آخر وهو الشكل الورقي نظير آخر. الفئة الثانية هي مصادر المعلومات الخاصة بالإنترنت، والتي لا يوجد لها نظير آخر. أما تنظيم مصادر المعلومات وهو الجانب الثاني من الجانب النظري، فقد ضم تنظيم مصادر المعلومات الوصفي والموضوعي، على اعتبار أن تنظيم مصادر المعلومات هو يقسم إلى هذه القسمين. الجانب الوصفي ركزنا فيه على القواعد الحديثة، على اعتبار أنه استخدمنا قواعد الفهرسة الأنجلو-أمريكية لعدة عقود حقيقة، لكن هذه القواعد أصبحت لا تتناسب مع المصادر الرقمية، وضعفها في وصف هذه المصادر وطرق إتاحتها. كان لابد من القائمين على الفهرسة في العالم، إلى وهي لجنة التوجيه المشتركة تحديدا، إلى المحاولة الوصول إلى قواعد جديدة، وهذه القواعد كانت وصف المصادر وإتاحتها، والتي كانت تصف المصادر المعلومات كمحتوى وكحاوية، وكذلك بنفس الوقت تصف العلاقات ما بين الكيانات، أي العلاقات ما بين مصادر المعلومات المتعددة. كذلك فإن فهرسة المصادر بمصادر المعلومات الرقمية أدى بالتالي إلى لابد من إتاحة الفهارس المكتبات بشكل إلكتروني أو شكل رقمي عبر مواقعها، بدلا من كبديل للشكل التقليدي اللي هو البطاقي. فبالتالي كان لابد من وجود قالب للتسجيل لتحويل شكل الفهارس من الشكل البطاقي إلى شكل إلكتروني يمكن قراءته عبر الحاسبات، وهذا القالب هو كام مارك، وصولا طبعا من ظهوره من الستينيات القرن الماضي، وصولا إلى مارك 21، وحاليا الشكل الجديد اللي هو البيبي فريم. أما جانب تنظيم مصادر المعلومات الموضوعي، فضم جانبين أساسيين، على اعتبار أن الوصف الموضوعي هو يضم أساسي جانبين اللي هم التصنيف ورؤوس الموضوعات. جداول التصنيف أو أنظمة التصنيف المستخدمة في المكتبات العراقية المعروفة اللي هي نظام تصنيف دوي العشري، وكذلك نظام تصنيف مكتبة الكونغرس، ونظام تصنيف العشري العالمي. الحقيقة كانت التطورات الخاصة بأنظمة التصنيف هي إتاحتها على شبكة الإنترنت، وإمكانية التصنيف بشكل مباشر عن طريق نظام تصنيف مكتبة الكونغرس التي أتاحت التصنيف بشكل مباشر على موقعها بشكل حي. أما التطورات في مجال التصنيف فكانت ظهور التاكسونومي أو ما يعرف التاكسونومي، وهو قائم على مبدأ التصنيف الهرمي، أي توضيح العلاقات من العام إلى الخاص، أو تقسيم المصادر أو الموضوعات إلى موضوعات فقرات وأقسام، ومن ثم تقسيم هذه الأقسام إلى أقسام فرعية، وتقسيم الأقسام الفرعية إلى أقسام أخرى. أما رؤوس الموضوعات والتي تتمثل بقوائم رؤوس الموضوعات، كذلك المكانس والبوابات، تم أيضا إتاحة قوائم رؤوس الموضوعات مثل قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونغرس أيضا بشكل إلكتروني ومباشر على شبكة الإنترنت. أما التطورات في هذا المجال فكان ظهور التوسيم أو الفوكسونومي، وهو القائم على الاختيار رؤوس الموضوعات، ليس رؤوس موضوعات، هي ظهرت بجانبين طبعا العفو. التطورات في الانطولوجيا اللي هي كانت مشابهة لقوائم رؤوس الموضوعات والمكانز، وكذلك ظهور التوسيم الذي يكون قائم على اللغة الغير الحرة أو الطبيعية نسميها، الغير مقيدة، التي تعتمد على الكلمات المفتاحية التي يكتبها الباحث في بحثه. طرق إتاحة مصادر المعلومات من خلال مواقع المكتبات على الإنترنت
الطريقة الأولى كانت الإتاحة الخارجية من خلال الفارس العام المتاح للجمهور اللي هو أوفك، والفارس العالمي المعروف الذي يتيح الوصول إلى الفهارس المكتبات العالمية، وبالتالي ممكن المستفيد أنه يبحث من خلاله ويختار ما يناسبه من مصادر المعلومات. الطريقة الثانية الإتاحة الداخلية لمجموعة المكتبة، أي أن المكتبة توفر مجموعة إلكترونية وتتيحها داخل المكتبة حفاظا على الملكية الفكرية. الطريقة الثالثة الإتاحة من خلال موقع المكتبة على الخط المباشر، أي أن المكتبة تختار مجموعة من الوصول أو طرق الوصول إلى مصادر المعلومات وتتيحها على موقع المكتبة. أو الإتاحة من خلال قواعد البيانات، أي الاشتراك بقواعد البيانات العالمية المعروفة. كذلك الإتاحة من خلال البريد الإلكتروني، والذي تتم عن طريق مراسلة المستفيدين إلى المكتبة عن طريق البريد الإلكتروني أو بطرق مثلاً ملء استمارات معينة يتم ملئها من قبل المستفيدين. كذلك الإتاحة من خلال الوصول الحر إلى المعلومات. الجانب العملي حقيقة تم اختيار المكتبة المركزية لجامعة الموصل لعراقة هذه المكتبة، حيث المكتبة نشأت مع نشأة جامعة الموصل منذ عام 1967. كذلك المكتبة هي من أولى المكتبات في الشرق الأوسط التي أدخلت العمليات الحاسبية أو استخدام الحواسيب في المكتبة منذ عام 1988. كذلك مرورا بتطبيقها لنظام CDS ISIS، وصولا إلى تطبيقها لنظام كوها والذي مع الأسف تم تدميره بأحداث 2014، حيث المكتبة كان لها فهرس ضخم يعني حقيقة تم إنشاؤه، لكن فقدنا الفهرس بأحداث 2014. بعد أحداث 2014 حقيقة جميع المجموعة المكتبية تم تدميرها، بالإضافة إلى بناية المكتبة، فتم اختيار موقع بديل واعتمدت المكتبة على الإهداءات، وثم تم إقامة فهرس جديد منذ البداية منذ الصفر، يعني تم إنشاء الفهرس، وكذلك تم اعتماد نظام كوها من جديد. كادر وحدة الفهرسة على اعتبار من البحث يهتم بالفهرسة يتكون من 4 متخصصين بكالوريوس مكتبات، سنوات الخدمة تتراوح بين السنة و 32 سنة، الدبلوم 3 أيضا مكتبات خدمتهم تتراوح بين 20 إلى 25 سنة، وإذا الشهادات الإعدادية والابتدائية 2 من عدد الموظفين. الخدمات تم التركيز حقيقة على الخدمات الإلكترونية التي تتيحها المكتبة عبر موقعها، وهي 18 خدمة اللي هي الفهرس الآلي وإصدارات المكتبة وطلب مادة ثقافية، التغيير المناخي، المؤلفات المتوفرة إلكترونيا، نشط مستخلصات الرسائل والأطاريح، فهرس رسائل الأطاريح جامعة الموصل، مكتبة الكونغرس، فهرس رسائل وأطاريح الجامعات العراقية، فهرس المخطوطات، مكتبة قطر الوطنية، مكتبة جامعة سانت آنا الإيطالية، والمكتبات الجامعية الصديقة، التنمية المستدامة، المكتبة البريطانية، إحصائيات الكتب، كلمات الزوار، أرشيف صور. حقيقة هذه الخدمات هي بصورة عامة الموجودة على موقع المكتبة، يعني أي زائر المكتبة يشوف هذه الخدمات الـ 18. لكن بالبحث تم التركيز على 6 خدمات على اعتبار هي لها علاقة بموضوع البحث. الخدمة الأولى اللي هي الفهرس الآلي للمكتبة، وكما ذكرت قبل قليل أنه الفهرس تم استحداثه من بعد الأحداث من عام 2017، وتم إتاحته إلى شبكة الإنترنت على موقع عبر موقع المكتبة عام 2022، والحقيقة هو الفهرس غير كامل، لكن تم إتاحة ما تم إنشاؤه في الوقت الحالي ويتم تحديثه باستمرار. خدمة لطلب مادة ثقافية هي عبارة عن استمارة يملأها المستفيد، هي مشابهة لخدمة البث الانتقائي للمعلومات، استمارة يملأها المستفيد باحتياجاته يرسلها إلى المكتبة، وثم المكتبة تقوم بالبحث عن المصادر التي تفيد المستفيد وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني. المؤلفات المتوفرة إلكترونيا بصيغة OI هي عبارة عن مؤلفات موجودة تم سحبها إلكترونيا بصيغة PDF متاحة على موقع المكتبة، وحقيقة هي لا تزيد عن 17 مؤلف. نشرة مستخلصات الرسائل والأطاريح الجامعية هي عبارة عن نشرة تضم جميع المستخلصات الرسائل والأطاريح التي تم منحها من قبل جامعة الموصل، وهي عبارة عن مستخلصات وبيانات بيبليوغرافية فقط. فهرس رسائل وأطاريح جامعة الموصل، فهرس يتيح جميع البيانات البيبليوغرافية الخاصة بالرسائل والأطاريح التي تم منحها من قبل جامعة الموصل، وهو مقسم إلى قسمين، فهرس خاص بالرسائل والأطاريح المتاحة بشكل ورقي، وفهرس خاص بالرسائل والأطاريح المتاحة بشكل إلكتروني. يوفر البيانات البيبليوغرافية للمستفيدين، يمكن المستفيدين أن يأخذون البيانات البيبليوغرافية وثم يلجؤون إلى المكتبة للحصول على الرسالة أو الأطروحة. طبعا الشكل الورقي مضاف إليها رقم الطلب حتى يتم استرجاع الأطروحة من على رفوف المكتبة.
فهرس رسائل وأطاريح الجامعات العراقية، وهو عبارة عن فهرس يوفر مستخلصات أو بيانات ببليوغرافية لجميع الرسائل والأطاريح الممنوحة في الجامعات العراقية، طبعاً مقسم حسب عناوين الجامعات العراقية وأسماء الجامعات العراقية. فهرس المخطوطات هو فهرس بالبيانات البيوغرافية الخاصة بالمخطوطات المتوفرة في المكتبة، يقدم بيانات بيوغرافية كاملة عن كل مخطوطة، يقوم المستفيد بأخذ البيانات البيوغرافية ومن ثم الذهاب إلى المكتبة لاستعارة المخطوطة التي يحتاجها. حقيقة الخاتمة ركزنا فيها على المكتبة المركزية على اعتبار أنه هي نموذج الدراسة، يعني كان لابد من إدخال المصادر الإلكترونية أو المصادر الرقمية الحديثة إلى المكتبات، لابد من تطوير التنظيم الطرق وسائل تنظيم أوعية أو مصادر المعلومات الرقمية، لابد أن يكون دور لأقسام المعلومات وتقنيات المعرفة في تدريب الموظفين الموجودين في المكتبات، كذلك تسليط الضوء على الخدمات وتطوير الخدمات التي توفرها المكتبة المركزية عبر موقعها. شكرا جزيلا دكتورة، أسف على الإطالة. هذا عنوان جدا شهير، مورد مليء عن كتب عجيب العجيب. يعني ممكن انه هو هذا عنوان مشهور بكتابه الباوربوينت، ممكن انه تم النقل خطا عن كتب الاعاريق. نعم. ولا شو الاعاريق؟ اذا تسمح لي دكتور، عذرا، قاعده ار دي اي تحتم انه نقل ما بما كتب في، على سبيل المثال انه المؤلف في بدايه في مقدمه او الناسخ في مقدمه النسخه كتب هذا العنوان، فيتحتم على المفهرس نقل هذا العنوان التزام بالقواعد، بعد ذلك ممكن انه تم تصحيح العنوان في الملاحظات، لكن أنا بينت لكم أنه ما نقلت كل البطاقة باعتبار أنه أرد أبين أنه فقط أثبت العنوان لمؤلفي، ممكن أنه الناسخ أخطأ في العنوان وذكر هذا العنوان بصورة خاطئة في المقدسة في المقدمة وحتمت على المفهرس نقل هذا العنوان في هذا الإدخال. نعم، لكن هذا الجدول الإظهار يختلف، هذه كلها مدخلات، لكن المخرجات بإمكانك الاطلاع على هذه الفهرس في مراجعة البوابة العراقية للمعرفة والأوباك اللي موجود اللي خاص بهذه المدخلات. هي مصادر معلومات متاحة بشكل PDF يتم إتاحتها عبر موقع المكتبة، يعني أنت تدخل للموقع الخدمة زين يتيح لك 17 مصدر فقط، تشوف المصادر تطلع عليها وتختار المصدر يناسبك ينزل عندك بالحاسبة بشكل PDF. بس عادي نسميها يعني هي تسميتها على الموقع هكذا. اي اي بي دي اف بعد الموقع. مثلا. وعلى هذه الأوراق البحثية التي أُلقيت وعالجت أو تشدت بقضايا مهمة في مسألة المخطوطات. ابتداءً هناك ملاحظات عامة تتعلق بقضية اللغة العربية. يعني اسمحوا لي وأنا قادمة من المجمع العلمي، هناك بعض الألفاظ أو الطرق في التعبية التي نعدها هي طرق مستوردة عن طريق الترجمة. مثلاً ورد في الأوراق البحثية ثلاثة استخدام كاف التشبيه مثلاً. اختيار كمجتمع أنا كباحث كبديل الشكل الرقمي كموقع بديل، يعني حقيقة هذه الكاف يعني غير موجودة بهذه الطريقة، يمكن استخدام اختيار مجتمع يعني تكون مع نادية لهذه يعني آز كذا هي ترجمة أنا كباحث أنا باحثا ويعني الموضوع.
ايضا سنت العنوان هذه الروايه الغير مقيده هي الغير موقنه في الابهام فلا نستخدم معها الا التعايش فدائما نقول غير واللي بعدها غير مقيده الى غير ذلك. عنوان استراتيجيه ايضا من المصطلحات الاجنبيه التي شاعت طبعا يمكن ايجاد بديل لها يعني اي شيء خطه اساسيه خطه يعني باي معنى اخر يمكن. هذه القضايا يعني فقط نحاول أن تكون عناويننا مع يعني اللغة العربية متوافقة وهنالك مع يمكن بعض المصطلحات أو المفاهيم يراجع المجمع يعني لأخذ المقابل العربي لها وتعويضها. مع ست هدى استراتيجية ذكية لحل مشاكل المخطوطات في قراءة العنوان يعني فرصة المخطوطات الاستراتيجية الذكية هل تعني استراتيجية بالتالي يعني استراتيجية شنو؟ هي خطة واضحة. اي واضحة. طيب عندنا نضيف السمارت او الذكاء يعني هل تتعلق بقضية الاهداف الذكية ام هو استراتيجية ذكية مو يعني هي يعني هل الاهداف الذكية؟ هي الاهداف الذكية. عندنا توقع من الحد محددة قياس بين قابلة للتطبيق. تمام هل انعكست بشكل واضح ربما يعني وقت عن الوقت لم يسألك لكن كيف انعكست في مسألة ما طرح يعني كيف يكون القائد هدف محدد مقابل قياس مقابل كذا في مسألة ما طرح من مثلا يعني المعالجات يعني لم أجد هذا مع ذلك يعني هل كان مثلا تعاون مع المؤسسات نجيب الباحثين الإجراءات المتبعة كيف انعكست الذكاء في مسألة يعني الواقع لم تعرض ذلك يعني هذا كان أيضا السؤال كيف انعكست وهل بما اختلفت ما طرحها عن مشاكل أساسا يعني فهرس الكتب يعني لم نلاحظ خصوصية المخطوطات في الورقة مشاكلها في الورقة أنا يمكن البعض غير شكل ما طرح على المنصة يعني لم يذهب بنا إلى مشاكل المخطوطات نفسها وكيف انعكست الحل الذكي. طبعا أستاذ علي معني شكرا جزيلا يعني لحضرتك وأنت كنت يعني معنا في المجمع وقدمت لنا دورة المخطوطات هل هذا التصنيف من المخطوطات احنا مقبلين على يعني دورة يكفي يعني هذه يعني الحقل الخمسمية هذه تقول المخطوطات كافية يعني يحتاج إلى كل ما في يعني كل ما في نظام يعني ممكن يعني الكتاب ما يختلف عن المخطوطة في الحقول التي اختيرت. أما السؤال الواحد العزيزة التي تحدثت عن خدمات المكتبة كتب البي دي اف يعني أنا واجهت نفس المشكلة يعني أنا أسأل سؤال هذه الكتب التي تتاح بشكل كبير كيف يتعاملون مع قضية الكتب الكبيرة يعني نحن أيضا مثلا نذهب يعني هناك الكتب تحاول لكن أين نصدم بمسألة الكتب الكبيرة أو هل الجامع لديها إجراء معين وشكرا بس بالنسبة لي نعم شكرا لكم. عذرا بالنسبه حقول مارك 21 متالفه من حقل 1 الى حقل 999 لكن انه نذكر فقط الحقول الاساسيه للمخطوط وكذلك اللي شاهدها المفارس انه هذا الحقل راح يقدم فائده للمحقق وكذلك طالب الدراسات العليا اللي مشروعه تحقيقيه كذلك انا بالبحث فقط اختاريت الثلاث حقول فقط لكن لو ترجعون للفهرس الحقيقي ممكن ان تجدون انه مخطوطه تتالف من 10 حقول وممكن ان يكون مخطوطه تتالف فهرستها من 4 حقول فنعتمد على البيانات اللي وردت على النسخة الخطية وكذلك نعتمد على المعلومات اللي توفر خدمة للباحثين. وخلال إجراء عملي. إجراء عملي، نعم. بالضبط، إجراء عملي، نعم. شكراً جزيلاً لحضرتك. أول شيء أجاوبك لماذا مصطلح استراتيجي؟ حقيقة هو هذا المصطلح السائد حاليا صحيح؟ وهم تخصصنا احنا معاه بس في حضرتك الى اكثر عناوين مطارحنا هي تحمل هذا المهم وهذه قضية عفوا من النظافة يعني لم يعني الجهة الوحيدة المعنية في العراق بحسب قانون سلامة اللغة العربية عام 77 هذا يعني المجمع العلمي العراقي الجهة الوحيدة التي تقيم المصطلحات في هذا المسألة
وهي قضية طبعاً مشكلة كبيرة. فبعض الباحثين عند الإقرار يأتي إلى المجمع ليحدد يعني لجنة المناقشة يحاول العنوان من هذا المصطلح يعني أو لا يعني أغلب ويسار لجنة الجامعة العلمية لا تلجأ في هذه الطريقة، لكن طبعاً نتمنى هذه المشكلة أن تطرح يعني، لذلك نستثمر هذا المنبر. طبعاً بعض الأخوان سألت عن المعنى أكد عن مصطلحات اللغة العربية مثلاً حتى مصطلحين وياك الوظيفي طبعاً تغير وما زلت عن كل مناقشة أنا أكد عن الشباب وما موجودة بعد لا وظيفة وأنا مع الموارد والشريعة العاملة معنا شغلت كلمة تعتبر تعد كثير من المصطلحات يعني مشكلة كبيرة جدا لرئاسة القسم أو ما المعمل حتى الاجتماعات عندما تعمل إذا اجتماعات القسم كتب الرسمية تجي يعني بس أقرأ وأنا فيه وإنما المفروض شنو تعمل بالاجتماع مع القسم إذا لا فأنا عند اجتماع القسم المفروض ليش قلب الأساتذة الأولية أو الأولياء أو الأساتذة إلى هذه الكلمات ونكرر كل مناقشات الدكتورة على الزميلة نفس الملاحظات نفس الملاحظات تعقيد يعني مثلاً أريد جن قبل كانت رسالة جامعية وجبت ذلك منه بعد من المستخلص رقم واحد يعني ذلك وشوفي ممكن الجامعات طبقتها يعني سألوا لها هذا كل شطرها يعني أنا فكين بها إنه يعني لما نعد الموضوع برسالة جامعية سواء روحة أو رسالة أو حتماعي مفروض طالب من الزلت ما بزلت الشعر الزلت البشمة يعني العبارات تكون صحيحة باللغة العربية تصحيحة للغة القرآن صحيح. وحتى المجلس كلية حيث يصل على الجانب
يعني مجال المعرفة المستخدم فيه بالفيزياء بالكيمياء بالهندسة بالاقتصاد أو غير مجاله، بعد ذلك يدخل عمليات التعريب وهذه مرحلة، لكن من يقر قانونا لا بالتأكيد والكتمة عن الشهيد لأنه عنده الخدمة الاستشارية والفتية في هذه المسألة. طبعا يعني محددة فقط النساء بس جاوزنا ساعة جميعا هاي الجلسة وايضا اللي حضروا عدلنا هاي الوقت.